حمص، حمص العادية. هذه صور نهارية لهذا السجن المركزي في مدينة حمص. لقد انقطعت الأنباء والأخبار التي كانت تردنا من داخل هذا السجن بعد أن وصل خبرا في صباح هذا اليوم. هناك شيء يبيت. والبارحة وجهنا نداء استغاثة وقمنا بتصوير هذا السجن، ولكن للأسف لم نجد أي تحرك أو توجه من أي مصدر إغاثة في العالم. هناك شيء يبيت لهؤلاء المساجين داخل هذا السجن المركزي في مدينة حمص. هذا مقر السجن المركزي. ما نراه الآن هو السجن القديم وما يدعى بالسجن السياسي والمخدرات. هنا كانت بداية العصيان المدني من هؤلاء المساجين. آخر ما توصلنا إليه من أنباء لا وجود لطعام ولا شراب، حتى أن بعض المساجين تعرض للاختناق وهو في حال يرسلها. هذا هو المبنى، مبنى السجن الثاني المؤلف أيضا من ثلاث طوابق. لحد لا نسمع إطلاقات نار من داخل هذا السجن. هناك شيء يبيت لهؤلاء المساجين. نناشد المنظمات الإنسانية بأن تتحرك، وخاصة بعد أن فبرك التلفزيون والإعلام السوري قصص عن مساجين داخليين وقام بعدة لقاءات. هناك شيء يبيت. هذه الإطلاقات نسمعها من داخل هذا السجن، وهذا نداء استغاثة من هذه المدينة. هنا أهالي السجناء إلى جميع المنظمات الدولية بالتحرك والتوجه إلى هذا السجن ومقابلة هؤلاء السجناء. هذه الطلقات من داخل هذا السجن التي نسمعها. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا هو السجن المركزي في مدينة حمص. هذه الطلقات من داخل السجن حمص، حمص السجن المركزي. هذه الطلقات من داخل السجن. لا نعلم ماذا يجري هناك من قطاع الاتصال بالمساجين الذي كان يصلنا عبر بعض الرسائل من بعض الأشخاص المتواجدين في السلك الأمني. نداء استغاثة وجهناه البارحة ليلا ونوجهه اليوم. هناك ما يبيت لهؤلاء المساجين. نداء استغاثة من أهالي هؤلاء المساجين المعتصمون داخل السجن في مدينة حمص.